السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا الشهر المبارك في هذا اليوم التاسع من رمضان من عام 45 و400 ألف في جامع الراجح بمدينة الرياض، حرسها الله وبلاد المسلمين. عنوان هذا المجلس العلمي قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: قال: عجبا لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معناه كيف يلتذ بتلاوته. والله قد ذم أهل الكتاب بأنهم يقرؤون كتابهم بدون تدبر وتفهم لمعانيه، فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا مجرد تلاوة، وإنهم لا يظنون. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال الطبري: عجبا لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معناه كيف يلتذ بتلاوته. وقال أبو عبد الرحمن السلمي التابعي: كنا لا نقرأ 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وقد مكث أمير المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه 10 سنوات في تدبره لسورة البقرة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول الحسن البصري أيضا: تفقدوا الحلاوة، يعني حلاوة الإيمان، في 3: في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، فإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق عليكم، فاعلموا أن الباب مغلق عليكم. وقال سفيان بن عيينة: إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها، فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن أرت رضي الله عنه: قال لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، يقول: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته تعالى، يعني تسأل الله أن يعينك على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في من باب التدبر أيضا، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد مجدد القرن 12، يقول: كثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ظن أن ذلك مخصوص بهم، مع أن الله أمر بقراءة الفاتحة كل صلاة، فيا سبحان الله، كيف يأمره الله أن يستعيذ من شيء لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله، بل يدخل في المغضوب عليهم من لم يعمل بعلمه، وفي الضالين العاملون بلا علم. إذن فالله سبحانه وتعالى عندما يذكر ويذم قوما من الناس من أهل الكتاب وغيرهم، فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن لا نسلك
مسلكهم. الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة عن المنافقين: في قلوبهم مرض. المعروف أن المرض يكون مرضا جسديا فيذهب بالشخص للمستشفى. ما علاقة هذا المرض الذي هو المرض الذي في قلوب المنافقين من الشك بالله والشرك والوثنية وعبادة غير الله وأن يظهر للناس خلاف ما يبطن؟ ما علاقة هذا المرض المعنوي وهو الشك في الرسالة والشك في القرآن والشك في يوم القيامة بالمرض الجسدي؟ قالوا: لعل السبب في ذلك أن الشخص إذا مرض مرضا جسديا ضعف جسده وأصبح الحلو عنده حامض والحامض بالعكس حلو. فكذلك هذا المنافق لما يمرض قلبه أعوذ بالله بالشك والشبهة والشرك والوثنية وأنه يظهر خلاف ما يبطن يصبح القرآن عنده وهو حلو حامض ويصبح غير القرآن حلو، وهكذا دواليك. ومن تدبر القرآن أيضا أيها الأفاضل أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى في البقرة قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني إذا أتتكم مصائب وبلاوي كيف تتقوى على هذه المصيبة وهذه البلوى؟ تتقوى عليه بطريقين، أو من ضمن الطرق أن تصبر على المصيبة وأن تلجأ إلى الصلاة، لأن الصلاة تربط على قلبك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أم موسى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون مؤمنين. فالربط على القلب في الابتلاءات والمصائب أمر ليس بالهين، بل هو هبة من الله رب العالمين. والله يقول عن أهل الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فالله يقول: واستعينوا، يعني على المصائب، بالصبر عليها يعني، والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين. يذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، أو عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن بقية الصحابة، أنه أتاه رجل فقال له: إن ابنك توفي، فما كان منه إلا أن أوقف الراحلة وتوضأ وركع ركعتين. فسأله عن ذلك فقال: إني أستعين بهذه المصيبة بالصبر والصلاة. فالله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، وإلى آخر الآيات. ويذكر عن عالم القصيم رحمه الله تعالى في ذلك العصر الشيخ عمر بن سليم أنه إذا أصيب بمصيبة فإنه يستعين عليها بكثرة الصلاة، وقد يترك التدريس فيما بين العشاءين بين المغرب والعشاء ويلجأ إلى الصلاة ليتصبر على هذا المصاب. الله سبحانه وتعالى ذم الذين قست قلوبهم، فالله تعالى يقول: ثم قست قلوبكم، يعني أهل الكتاب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، فهي كالحجارة أو هذه بمعنى وأشد قسوة. قال بعض أهل العلم: قال لماذا لم يقل الله رب العالمين إن مع أن الحديد والحديد والرصاص أشد صلابة من الحجر؟ قالوا: لأن الحديد والرصاص يذوب بالنار بخلاف الحجر. فالله سبحانه وتعالى شبه الذين لا يخضعون لكلام الله رب العالمين ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن قلوبهم قاسية وأصبحت هذه القلوب كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة، لأن الحجارة أسهل من هذه القلوب، فالحجارة يتفجر منها النهر والحجارة تهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الله رب العالمين لما تحدث عن شهر رمضان عبر الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن شهر رمضان قال: أياما معدودات، مع أنه 29 يوم أو 30 يوم. لعل السبب في ذلك قال بعض أهل العلم: تهوينا لأمر هذا الشهر على المكلفين لكي يتشجعوا ويتحفزوا إلى صيام هذا الشهر العظيم. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ماذا قال؟ يقول سبحانه وتعالى عن الملائكة عندما تحدثوا مع الله عندما أراد الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام، قال الملائكة:
على سبيل الاستعلام والاستكشاف، هذا الاستفهام يعني، ليس استفهام على جهة الإنكار. والمعروف أن الاستفهام عند في لغة العرب قد يخرج إلى أكثر من 30 معنى، من ضمن ذلك مثلا الاستفهام بمعنى النفي، ومن أصدق من الله قيل يعني الأصدق، ومن أصدق من الله حديث يعني الأصدق من الله حديثا، ومن ضمن ذلك الاستعلام والاستكشاف. فالله لما قال للملائكة أني سأخلق آدم، قال الملائكة على سبيل الاستعلام والاستكشاف: أتجعل في الأرض من يفسد فيها يعني بالذنوب والمعاصي ويسفك الدماء، وسفك الدم هذا يعتبر من الذنوب والمعاصي، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال العلماء لعل الآن المعروف أن سفك الدم بغير حق يعتبر من الإفساد في الأرض من المعاصي، لكن لما ينص الله عليه بعد المعاصي بعد الإفساد دل على حرمة سفك الدم بغير حق، وهذا يسمى عند العلماء التخصيص بعد التعميم، يعني كون يخصص رب العالمين يقول ويسفك الدماء دل على أن سفك الدم بغير حق من أكبر الذنوب والمعاصي من كبائر الذنوب، صلى الله السلام والعافية. الله رب العالمين لما تحدث عن الحجاج ماذا قال رب العالمين وهم يحجون البيت الحرام؟ ماذا قال الله رب العالمين؟ يحجون بيت الله الحرام، يؤدون أعظم المناسك ركن أركان الإسلام. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وبعدين واستغفروا الله. طيب هم الآن يحجون، قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمر بالاستغفار من باب الطاعة، أي أمر بالاستغفار بعد الطاعة. ألا نستغفر بعد ذنوبنا ومعاصينا؟ الله تعالى في القرآن يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبعدين يصلون الليل، قال وبالأسحار هم يستغفرون. شفت كيف بعد الطاعة، فكيف بمن يذنب ولا يستغفر؟ والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن آية الحج ماذا قال؟ قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون. العلماء التمسوا فائدة من هذا أو من باب التدبر، ماذا قالوا؟ قالوا لماذا الله ختم الآية بالحشر؟ لأن الحج كأنه حشر مصغر، الناس يجتمعون بلباس واحد وفي موقف واحد ومن أقطار الدنيا، فالله أراد أن ينقلهم من الحشر المصغر وهو الحج إلى يوم القيامة، يذكرهم بيوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله، هل الحب الله بالادعاء أو بالعمل أو بالاتباع؟ حب الله بالاتباع لا بالابتداع. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يقول السعدي رحمه الله: هذه الآية هي الميزان الذي يعرف به من أحب الله حقيقة. يقول الله، نختم بهذه الآية وهي قبل الختام، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى استخرج من سورة البقرة فقط أكثر من 2500 فائدة، أكثر من 2500 فائدة من سورة البقرة. فالقرآن مليء أيها الأخوة يا الفاضل بالفوائد والدرر، لكن الوقت الآن يعني كاد على الانتهاء. أختم بقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله، يعني بالقرآن والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني إياكم والتفرق. الله الله أيها الإخوة أيها الأفاضل بوحدة الصف واجتماع الكلمة، هذه نعمة من الله رب العالمين، اجتماع الصف وحدة الكلمة عدم التفرق. لا تتفرقوا كما تفرق الذين من قبلكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني هيبتكم من قلوب أعدائكم، فحافظوا على وحدة الصف في هذه البلاد واجتماع الكلمة. فالله تعالى يقول، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل الكتاب، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لواحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه لمصحابي. فالله الله باجتماع بوحدة الصف والمحافظة عليه واجتماع الكلمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما قال فألف بين أجسادكم، المحك الأساسي أن يؤلف الله بين القلوب، إذا تآلفت القلوب
تآلفت الأجساد من باب أولى. قد تتآلف الأجساد ويترص الناس في أجسادهم لكن قلوبهم يلعن بعضهم بعضا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن المحك الأساس، ولذلك قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض، يعني يا محمد عليه السلام، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وفي هذه الآية يقول سبحانه وتعالى: بحب الله الجميع وتبركوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فحافظوا على هذه الأخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعض بعضا. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على، قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، على شفا حفرة من النار، يعني ما بينكم وبين النار إلا أن يموت الواحد منكم قبل ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله 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 أيها الإخوة، بهذا القرآن العظيم ففيه من الآيات العظيمة الجليلة والوقوف معها والتدبر فيها الشيء الكثير. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بين الأعداء والحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيئ الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وأعل به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.